السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طالبات الحبيبات، طالبات الصف الرابع، أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات. أولا رؤية المدرسة، إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واع متحضر محافظا على أخلاقه وقيمه ومستخدما للتكنولوجيا الحديثة. درسنا اليوم هو الدرس الثاني من الوحدة التاسعة بعنوان ضرب كسر في عدد كلي استعمال النماذج، الجزء الأول والثاني. أهداف الدرس: ضرب قصور في أعداد كلية باستعمال النماذج. نفتح مع بعض الكتاب المدرسي صفحة 180 ونقرأ مع بعض الجزء A. السؤال الأساسي لدينا في هذا المثال أو في هذا الدرس: كيف يمكنك إيجاد ناتج ضرب كسر في عدد كلي؟ نقرأ مع بعض المثال: يبعد منزل بدرية مسافة 1/4 كيلو متر عن المدرسة. إذا ذهبت بدرية إلى المدرسة وعادت منها سيرا على الأقدام كل يوم، ما المسافة التي تقطعها خلال أسبوع دراسي؟ هل يمكنك استعمال الجمع المتكرر أو الضرب لحل هذه المسألة؟ قبل بداية حل المثال اتفقنا لازم نعرف المعطيات والمطلوب مني إيجاده، وذلك لحل المسألة بطريقة صحيحة. أول سؤال بوجهه لك: ما المسافة التي تفصل منزل بدرية عن المدرسة؟ أحسنتم، 1/4 كيلو متر. كم مرة في الأسبوع تقطع بدرية هذه المسافة سيرا على الأقدام بين المنزل والمدرسة؟ لو عدنا هنا المسافات نجد أنه، أحسنتي، 10 مرات. ما المطلوب منك إيجاده؟ المطلوب المسافة الكلية التي تقطعها بدرية خلال أسبوع دراسي. نيجي مع بعض نحل المثال. الطريقة الأولى للحل وهي رسم صورة لتوضيح المسافة التي تقطعها بدرية سيرا على الأقدام. نلاحظ هنا هذا النموذج بيوضح المسافة التي تقطعها بدرية. هنجمع هنا ال 1/4 10 مرات، هنجمعها 10 مرات، 1/4 plus 1/4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بتساوي 10 مرات. لو جمعنا هنا الون 10 مرات هيكون 10، أحسنتي، طبعا المقام بيبقى كما هو 10/4. طبعا هنا زي ما احنا درسنا سابقا أن 10/4 هنا البسط أكبر من المقام، وهذا يسمى كسر غير فعلي، لازم طبعا بحوله إلى أو في صورة عدد كسري 10/4. 10 divide 4، أحسنتي، أقرب حاجة 2. 2 multiply 4 equal 8. 10 minus 8 equal 2. طبعا ال 2 دي بتسمى remainder. كنا بنكتب ازاي في صورة عدد كسري؟ الناتج هنا 2 بيكون عدد صحيح، المقام كما هو 4، الريميندر بيكون في البسط. اذا الناتج عندي 10/4 بيساوي في صورة عدد كسري 2/4. الطريقة الثانية للحل وهي برسم خط أعداد لتوضيح المسافة التي تقطعها بدرية سيرا على الأقدام. نلاحظ هنا خط الأعداد بيوضح المسافة التي تقطعها بدرية خلال الأسبوع 10 أرباع. نلاحظ هنا في الأسبوع بيكون عندي 10 أرباع، إذن بنضرب 10 multiply 1/4. طبعا اي عدد صحيح مقامه 1. 10 multiply 1 equal 10. 4 multiply 1 equal 4. ايضا 10/4 هو نفس الناتج في الطريقة الاولى، هنا كسر غير فعلي، عند تحويله او وضعه في صورة عدد كسري هيكون، احسنتم، 2 و 2/4. في طالبة ممكن تضع العدد الكسري في ابسط صورة، هنقسم البسط والمقام على عدد بيقبل القسمة على 2 و 4. أحسنتم، هقسم على 2. طبعا العدد الصحيح بينزل بدون تغيير 2 divide 2 equal 1. 4 divide 2 equal 2.
إذن 2 over 4 مكافئ للعدد الكسري 2 1 over 2. إذن تقطع بدرية 2.5 كيلو مترا سيرا على الأقدام، أو تقطع بدرية 2 1 over 2 كيلو متر سيرا ذهابا وإيابا إلى المدرسة كل أسبوع. في سؤال اقنعني صفحة 180، عبر عن القاعدة العامة لماذا يمكن استعمال كل من الجمع والضرب لتمثيل المسألة أعلى. اكتب جملة عدية لتوضيح إجابتك. قال لي طبعا يمكن استعمال الجمع أو الضرب عند ضم مجموعات متساوية في المقدار. هنكتب الجملة العددية ازاي؟ هنجمع 1 over 4 زي ما جمعناها 10 مرات، 1 over 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عند جمع ال 1 over 4 واستخدمنا الجمع المتكرر 10 مرات بتساوي نفس المقدار 10 مضروب في 1 over 4. مثال آخر صفحة 181، احسب 4 multiply 3 over 5 لتحديد المسافة التي يقطعها عمر ذهابا وإيابا إلى العمل على الدراجة خلال 4 أيام. نلاحظ هنا من الشكل أن يوجد الاثنى عشر خمس هنا 3 6 9 12، يوجد عندنا 12 خمس. إذن هيعطي نفس المقدار أو نفس الناتج عند ضرب 4 multiply 3 over 5. هنا ثلاثة، هنا في عندنا 4 × 3/5. إذن 12 multiply 1/5، 12 جزء من 1/5 بيساوي نفس المقدار 4 ضرب 3 over 5. أول حاجة، أول طريقة، لو احنا استخدمنا الجمع والمقصود به الجمع المتكرر، هنجمع 3 over 5 أربعة مرات زي ما هو موضح 1 2 3 4. 3 over 5 plus 3 over 5 plus 3 over 5 plus 3 over 5. 3 plus 3 equal 6, 6 plus 3 equal 9, 9 plus 3 equal 12، يعني بتساوي 12 في البسط والمقام 5 كما هو. طبعا 12 over 5 هو بيسمى كسر غير فعلي لأن البسط أكبر من المقام، لازم بضعه في صورة عدد كسري. طبعا عن طريق القسمة المطولة هنقسم 12 divide 5. 12 divide 5 أقرب حاجة أحسنتم 2. 2 multiply 5 equal 10. 12 minus 10 equal 2، طبعا 2 هنا بتسمى remainder. الناتج 2 عدد صحيح، المقام 5 كما هو، الريميندر بيكون في البسط. إذن 12 over 5 لما وضعتها في صورة عدد كسري بتساوي 2 over 5. إذن بيقطع عمر 2.5 كيلو مترا على الدراجة. الطريقة الثانية وهي باستعمال الضرب، هنضرب 4 وهو العدد الكلي أو العدد الصحيح، multiply 3 الكسر عندي 3 over 5. هنضرب طبعا أي عدد صحيح مقامه 1. هنضرب 4 multiply 3 على 5 multiply 1 equal 5. 4 multiply 3 equal 12 وعلى ال 5. ايضا هنضع 12 over 5 في صورة عدد كسري طلعناها في الجزء او الطريقة الاولى بتساوي 2 و2 على 5.
إذا أيضا بيقطع عمارته 2/5 كيلومتر على الدراجة. أمثلة تدرب موجه صفحة 161. مثال أمثلة تطبق فهمك في التمرينين 2 و 3. اكتب جملة ضرب وحلها. مثال 2، بنلاحظ أن الشكل تكرر مرتين، إذن العدد الكلي عندنا هيكون، أحسنتم، 2. طيب الكسر، هنشوف الكسر هنجيبه إزاي. نلاحظ أن كل نموذج أو كل شكل بيكون من جزئين متظللين، يعني 2/كام الشكل كله منقسم إلى، أحسنتي، 6 أجزاء 1 2 3 4 5 6، وجزئين فقط هما المتظللين، يعني الطول هو العدد الكلي أو النموذجين اللي عندي multiply الكسر عندي الاعتيادي 2/6 بتساوي n. هوجد قيمة n ازاي؟ n بتساوي هنضرب 2 multiply 2 equal 4 على 6، إذا n بتساوي 4/6. مثال 3، نلاحظ أنه قفز 4 قفزات، القفزة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. قفز 4 قفزات إلى اليمين، كل قفزة بتمثل، أحسنتي، 2/3 زي ما هو موضح أمامنا. إذا عدد القفزات وهي 4 بيمثل العدد الكلي 4 multiply كل قفزة بتساوي 2/3 اللي هو 2/3 وهو الكسر عندنا بتساوي n. إذا n بتساوي هنضرب 2 multiply 4 equal 8/3. لازم أتأكد إن المسألة عندي بعد ما طلعت الناتج يكون البسط أصغر من المقام. إذا كان البسط أكبر من المقام فده اسمه كسر غير فعلي، لازم بحوله في صورة عدد كسري عن طريق القسمة المطولة. 8/3، 8/3 أقرب حاجة 2 2 multiply 3 equal 6، 8 minus 6 equal 2، طبعا ده الريميندر. الناتج عندي 2 بضعه عدد صحيح، المقام 3 بيكون زي ما هو، عندي الريميندر 2 بضعه في البسط. اذا n بتساوي 8/3 او 2 2/3. مثال تدرب مستقل page 181، في التمرين 4 اكتب جملة ضرب وحلها واستعمل الرسومات وخطوط الاعداد اذا لزم الامر. نلاحظ هنا ان في الشكل أمامنا أن الثمن تكرر كام مرة؟ أحسنتي، 5 مرات. إذن نضع في البداية العدد الكلي هو بيمثل 5 multiply الكسر عندي اللي هضربه في 5 العدد الصحيح وهو، أحسنتم، 1/8 بيساوي n. لإيجاد قيمة n في طريقتين عندنا، يا إما بنستخدم أو بنجمع الثمن 5 مرات بنستخدم الجمع المتكرر، أو بنضرب 5 في 1/8. هنضرب 5 multiply 1 equal 5 على 8. طبعا هنا البسط أكبر من المقام، فخلاص ال n بتساوي 5/8 كيلو متر. في مثال 5 اكتب جملة ضرب أيضا وحلها. نلاحظ هنا أن الكسر اتكرر 2، الكسر 2/10 متكرر 1 2 3 متكرر 3 مرات. إذا العدد الكلي 3 multiply عندي الكسر هو مين؟ 2/10 بتساوي n. إذا n بتساوي بجمع 2/10 3 مرات أو بنستخدم الضرب 2 multiply 3 equal، أحسنتم، 6/10. إذا إن قيمتها 6/10. سؤال ممارسات الرياضيات صفحة 182. مثال 8، ملأت ليلى 3/4 كوب قياس بالعصير 3 مرات لإعداد مزيج من عصير الفاكهة
اكتب جملة ضرب وحلها باستعمال عدد كلي وكسر اعتيادي لتمثيل كمية العصير الكلية التي استعملتها ليلى. نجد هنا أن ملأت ليلى 3 over 4 وهو ده بيعتبر الكسر الاعتيادي. ملأت 3 over 4 كوب قياس بالعصير 3 مرات. إذن عدد المرات اللي هو بيمثل العدد الكلي، إذن 3 multiply الكسر الاعتيادي لدينا هو 3 over 4 بتساوي، هنضرب 3 multiply 3 equal 9 على 4. طبعا ما اقدرش اسيب المسألة كده ولا ما لازم احول الكسر الغير فعلي لان البسط اجمر بالمقام الى عدد كسري عن طريق القسمة 9 divide 4. 9 divide 4 equal 2. 2 multiply 4 equal 8. 9 minus 8 equal 1. طبعا ال 1 هنا بيسمى remainder، بيساوي الناتج عدد صحيح وهو 2، الريميندر في البسط والمقام كما هو 4، أي أن 2 1 over 4 كوب من العصير. مثال 11 أيضا مثال ممارسات الرياضيات صفحة 182. قسمت منى صينية لازانيا إلى 6 قطع متساوية، قدمت 5 قطع منها لصديقتها. اكتب جملة ضرب حلها لتمثيل الكمية التي قدمتها منى من صينية اللازانيا. أول حاجة، هي منى قدمت كم قطعة لصديقتها؟ أحسنتم، 5 قطع. وقد قسمت الصينية إلى كم قطعة متساوية؟ أحسنتم، 6 قطع متساوية. إذن كل قطعة بتمثل 1 over 6. إذن ما هو العدد الكلي؟ أحسنتم، 5 عدد كلي. multiply كل قطعة بتمثل سدس، إذن الكسر الاعتيادي 1 over 6 بيساوي n. إذن n بتساوي 5 multiply 1 equal 5 على 6، أي أن 5 على 6 من صينية اللازانيا الكمية التي قدمتها منى هي 5 over 6. مثال التقويم صفحة 182 مثال 14. اختر كل المقادير التي تمثل القصة التالية. ركضت العنود مسافة 4 over 5 كيلومتر يوميا لمدة 7 أيام. استعمل الرسومات أو خطوط الأعداد إذا لزم الأمر. نلاحظ هنا العدد الكلي هو، أحسنتم، 7 multiply الكسر الاعتيادي 4 over 5. نلاحظ أن الاختيار الأول بيمثل الاختيار الصحيح. لو جزأنا هنا 4 over 5 إلى كسرين، وكل جزء بيمثل 2 over 5 plus 2 over 5، إذن بينتج لدينا 14 جزء من 2 على 5. إذن الاختيار الثالث أيضا صحيح، 14 multiply 2 over 5. ولو استخدمنا الجمع المتكرر هنجمع 4 over 5 7 مرات، 1 2 3 4 5 6 7. إذن أيضا الاختيار الثاني صحيح. إذن المقادير كلها الصحيحة، الاختيار الأول والثاني والثالث. وبكده يكون انتهينا من شرح الدرس. أتمنى أن انتوا تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله.